Hello, welcome. Don't forget to like and subscribe and click on the bell to receive notifications. Hello, thank you for being here. I want to share the following video with you, and I want to thank Brother Light for All Nations for providing English subtitles for the Arabic part of this video. You can find the link to his YouTube channel in the description box. In this video, the Arabic speaker took a deep dive in the Arabic Muslim books to find out if Muhammad's lineage really goes back to Ishmael, the son of Abraham, because this is the claim of our Muslim friends for the last 1400 years. Does Muhammad have anything to do with Ishmael? Or is it nothing but a big, fat lie? And is Muhammad's father truly Abdullah? Let us watch the video. And please take notes, because I believe that this video is one of the most dangerous videos out there to destroy the Islamic standard narrative about the lineage of the Prophet of Islam. Light it up! المسلمين ما بيحبوش يتطرقوا للموضوع ده لأن الموضوع ده بشكل أو بآخر بيطعن في نبوة رسول الله والعياذ بالله والعياذ بالله يعني أو مش نبوة رسول الله بين قوسين بيطعن في شرف رسول الله أو في نسب رسول الله والعياذ بالله طبعا يعني زي ما أنتوا عارفين فخلينا نبدأ بأول حاجة كده في الموضوع ده وهو نسب رسول الله نسب رسول الله طبعا إخواننا المسلمين دائما وأبدا بيقولوا محمد أو بين قوسين العرب من نسل إسماعيل العرب هم أولاد إسماعيل ابن إبراهيم ومحمد من نسل إسماعيل ده للدعاء الإسلامي طيب حنتنازل حنفترض فرضا جدلا جدلا إن في نبوة من نسل إسماعيل مع إن الكتاب المقدس واضح وصريح سفر التكوين بيقول ولكن عادي مع إسحاق أو مع نسل إسحاق ولكن خلينا نتنازل ونقول إن في نبوة في نسل إسماعيل خلينا نتنازل فهنا هنطرح إشكالية كلش خطيرة وهي إيه الدليل على إن محمد من نسل إسماعيل والعياذ بالله أنا بقى عايزين نعرف بقى إيه الدليل هل فعلا محمد رسول الإسلام من نسل إسماعيل طبعا اخواننا المسلمين الموضوع ده حساس جدا ومش هتلاقي له اجابات شافيه ووافيه في المواقع الاسلاميه وبتاع واختلف العلماء فيها العلماء اختلفوا ل 6000 راي خلينا نبدا بالنسب المعروف لمحمد او النسب الشائع ليه هو في سيره ابن هشام وفي كتاب الانباء في معرفه قبائل الرواه وغيره وغيره يعني وزي ما انتم شايفين في سيره ابن هشام السيرة النبوية لابن هشام هو معروفة بسيرة ابن هشام الإمام أبي محمد عبد الملك ابن هشام المعافري ونبص في صفحة 8 اللي هو ذكر سرد النسب الزكي لمحمد طبعا بيذكر النسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن زيد ابن كلاب ابن لؤي ابن كل ده تمام وزي الفل وبتاع بعد كده يجي يقول لك ابن نزار ابن معد ابن عدنان لحد عدنان ستوب بعد كده بيقول لك ايه ويقال يعني بعد عدنان ابن عد بعد كده ويقال يعني قالوا له كلام قالوا له ويقال على راي عادل الامام قالوا له ويقال اد ابن 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 لحد ما يجي يقول لك ابن ادريس ابن ادم حطوا له نسب مش لحد اسماعيل لحد ادم طيب خلينا نشوف الحاشيه بتاعت الكتاب بنقول ايه عايز بس اركز في جزئيتين خلينا نشوف حاشيه الكتاب بيقول ايه على ويقال بعد كده وعلى جزئيه مهمه جدا جدا وهي مين من ولاد اسماعيل هو نابت يعني النسب الالول اللي ما فيش عليه دليل وهنشوفه بعد كده في الحاشيه بيقول نابت ابن اسماعيل لحد عدنان وبيقول لك نابت ابن اسماعيل خلينا نمسك بس في نابت في الحاشيه طبعا بيقول كده نفس الكتاب ده في الحاشيه بيقول عن أبي إسحاق وذكره البخاري إلى قول ابن عدنان وكذلك ذكره البغوي في شرح السنة وقال
لا يصح حفظ النسب فوق عدنان. قال ابن كثير في البداية والنهاية. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في كتاب الإنباء في معرفة قبائل الرواة، وده كتاب اللي هنجيله. روى ابن أبي لهيعة عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما وجدنا أحد يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان إلا تخرسا. وقال أبو الأسود: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، وكان من أعلم قريش بأشعارهم ونسبهم، يقول: ما وجدنا أحد يعرف ما وراء معد بن عدنان، لا في شعر شاعر ولا علم علم. اللي بيقول كده مش واحد صايع على القهوة، لا ده أعلم قريش أبا بكر بن سليمان بن خيثمة، ده من أعلم قريش في الشعر والنسب. تمام، ده من أعلم الناس في قريش في الشعر والنسب. خلينا نيجي لكتاب الإمام الفاسي. في كتاب شفاء الغرام في معرفة أخبار بلد الحرام، الإمام الفاسي وهو أحد قضاة مكة، الإمام الفاسي المكي المالكي، ده كتاب شفاء الغرام بأخبار بلد الحرام الجزء الثاني، طبعا دار الكتب العلمية. وهو بيتكلم على الجزئية إن محمد من أولاد إسماعيل، بس مش من ولاد نابت زي ما شفنا، لا هو من ولاد قيدار. تمام، يعني من ولاد قيدار. ده الكتاب زي ما شايفين صفحة 25 في الباب 27 بيقول لي: وخبر ابن عباس رضي الله عنهما: هذا يدل على أن عدنان يرجع إلى قيدار لا إلى نابت ابن إسماعيل. طبعا عشان الموضوع تخمين زي ما شايفين تخمين، قالوا له فكل واحد زيت في الزيت بقى، لا ده ابن مش عارف مين ده ابن مين. فده زي ما انتم شايفين من اختلاف العلماء ان هم مش عارفين هو ابن مين ولاد اسماعيل. ده اصلا ما فيش دليل ان هو من ولاد اسماعيل، وفي كذا جيل من اسماعيل. طبعا المصادر الاسلاميه اللي بتتكلم في النسب يعني مصادر تافهه جدا من الجانب التاريخي، يعني لو تقاس على التاريخ فهي مصادر تافهه جدا يعني، وليس لها اي قيمه، هي لا قيمه عند المسلمين، بس في الجانب التاريخي يعني 15 جنيه مخروم. من نفس الكتاب شفاء الغرام عبارة بلد الحرام الامام الفاسي في صفحه 21 بيذكر قصه مضحكه جدا. ده الكتاب اللي بيتكلم على نسب محمد وبتاع، مش بيقول لك: روى ابن اسحاق ان ابراهيم عليه السلام لما امر ببناء البيت، خلينا نضحك كده شويه، لما امر ببناء البيت اللي هو الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد للبيت وإسماعيل ربنا تقبل منه إلى آخره، لما أمر إبراهيم ببناء البيت أقبل من أرمينيا على البراق حتى انتهى إلى مكة. لما إبراهيم كان بيبني البيت، قبل ما يبني البيت هو كان في أرمينيا، فركب على ركب البراق، البراق الحمار اللي محمد أسري بيه، ركب على البراق لحد ما جه مكة. يعني إبراهيم أسري بيه من أرمينيا لمكة، مش عارف أرمينيا في الجغرافيا دي في وقت إبراهيم يعني، بس يعني. وبها إسماعيل عليه السلام وهو يومئذ ابن 20 سنة، وقد توفيت أمه قبل ذلك. يعني الكتاب ده بيذكر معلومة تافهة جدا، بيقول لك إبراهيم على حمار، ركب حمار من أرمينيا وجي من أرمينيا لحد مكة. ده الكتاب اللي بيتكلم يعني مش عشان يعني من الجانب التاريخي اللي بيذكره نسب محمد يعني اخرني، ما فيش اي دليل خالص. طيب خلينا نيجي لجزئيه ثانيه، وهو برضو مرجع تاني في 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 حته الاختلاف في النسب. حته الاختلاف في النسب يعني زي ما قلنا في فشخان كبير جدا، ما فيش دليل قطعي، او اجتمع العلماء على واحد بس من نسب محمد. نبص مثلا في السيره الحلبيه، كتاب السيرة الحلبية اهو، في سيرة النبي المأمون لبرهان الدين الحلبي، وهو برضو بيتكلم على نسب محمد. طيب يعني وهو بيتكلم على نسب محمد بيقول ايه كده؟ ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتسب، يعني لو لما يتكلم عن نسبه، لم يجاوز ما يد ابن عدنان ثم يمسك ويقول: كذب النسابون. تمام، والأصح من ذلك قول النسابون، والأصح من ذلك في قول كذب النسابون قول ابن مسعود لا قوله صلى الله عليه وسلم. الخازوق الأكبر بقى في السيرة الحلبية بيقول لك إيه؟ قال بعضهم: اختلف الناس فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء، فقيل 7 وقيل 9 وقيل 15 وقيل 40 والله أعلم.
مفيش دليل حتى ان الاجيال اللي ما بين اسماعيل وعدنان. طيب برضو نبص على كتاب الشيخ محمد رشيد رضا، سيدنا محمد سيرة الرسول، او كتاب سيدنا محمد الشيخ محمد رشيد رضا، وهو برضو بيتكلم على نسب رسول الاسلام محمد، وبيقول برضو مفيش دليل على نسب محمد، وهو بيتكلم على جدود محمد، وبيقول من اول كده بيقول واما العرب العاربه كده وقف كده، هو المفروض ان رسول الله من العرب العاربه مش من المستعربه، تمام. بيقول العرب العاربه اللي هم الاصليين العرب، واما العرب العاربه فهم بنو سبأ، واسم سبأ عبد شمس، وقالوا لما اكثر الغزو والسبي سمي سبأ اللي هم اليمن، وهو ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، دول قحطان اللي هم اليمن، تمام. مش ذاكر فيهم خالص عدنان، او ذاكر فيهم العرب اللي كان منهم محمد. وقبليها بيقول كده ايه بقى، يعني بيقول كلام محترم جدا، بيقول ايه، وكانت مساكن بني قحطان بالحجاز، ولما اسكن ابراهيم الخليل ابن اسماعيل، ومفيش اي دليل تاريخي يثبت ان ابراهيم واسماعيل كانوا في مكه خالص، او الجغرافيا دي كان لها اكتشاف قبل القرن الرابع الميلادي، فما بالك قبل الميلاد بكتير جدا في حقبه ابراهيم واسماعيل. نشأ بينهم وتزوج منهم، وصار يطلق على أولاده العرب المستعربة، لأن أصل إسماعيل ولسانه كان عبرانيا. كده زي ما شفنا ما عندناش دليل، واحد 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 كده واحد على إن محمد يرجع لإسماعيل، أو لنسب ثابت وموثق إن هو إسماعيل. دي الفرضية الكبيرة. الفرضية الثانية بقى والأهم، ما عندناش دليل قطعي على ان محمد ابن ابوه اصلا، او نعرف له اب رسول الاسلام. طيب ونجيب القصه من الاول كده زي ما جابها ابن هشام واسد الغابه في معرفه الصحابه لابن الاثير وغيره، يعني ان عبد الله بن عبد المطلب اتجوز امنه في نفس اليوم اللي اتجوز فيه عبد المطلب هاله. يعني الراجل جوز ابني، الراجل جوز ابنه عبد المطلب، جوز عبد الله ابنه بامنه، وهو اتجوز معاه في نفس اليوم بهاله، دخلوا في ليلة واحدة. عبد الله مات في نفس السنة، عبد الله مات في نفس السنة، تمام كده. أمنة حبلت، مبروك. هلا حبلت وجابت حمزة. طيب المفروض يبقى حمزة ومحمد في سن بعض، في سن بعض، حتى لو قلنا في واحدة عشرت عن التانية مثلا بسنة او ما الى ذلك، هيكون محمد اكبر من حمزه بسنه بالكثير، إيه حمزه اكبر من محمد باربع سنين، حمزه بن عبد المطلب اكبر من محمد باربع سنين، حمزه بن عبد المطلب اكبر من محمد باربع سنين. طيب خلينا نشوف ايه الأدلة على ان محمد ابن عبد الله اصلا. طبعا المسلمين حاولوا رقعوا الموضوع وقال لك لا، اصل هو قعد في بطن امه اربع سنين، والعلماء قالوا ان مدة الحمل ممكن تيجي اربع سنين وممكن توصل خمسة وستة وسبعة وعشرة. واللي عايز الموضوع ده بالتفصيل هتلاقوني عامل حلقة عليه عندي على اليوتيوب على قناة سعيد ابو مصطفى المرتد عن الاسلام، شارح فيها كل الأدلة والمصادر ان مدة الحمل في الاسلام بتوصل لاربع سنين وثلاث سنين وسبع سنين وعشر سنين كما قال الفقهاء، واستندوا على اثار وما الى ذلك. خلينا نيجي على الحتة التانية بقى، وهو ان محمد زي ما انتم عارفين نشأ في بيئة جاهلية، نشأ في بيئة جاهلية لا تقرأ ولا تكتب، وكان منتشرة بينها الفحشاء والرذيلة، الزنا واصحاب الرايات الحمر وما الى ذلك. وكان في حاجة موجودة في الجاهلية منتشرة اسمها نكاح الاستبضاع. كان الاستبضاع ده اللي هو ايه، اللي هو في كذا فرع، احد الفروع منه لو واحد شاف واحد جامد جدا محارب في جيش شجاع، او شاعر، يعني محارب في جيش او شاعر، وعايز يبنه يكون زيه، فيعمل ايه،
يبعت مراته للراجل ده بعد ما مراته تخلص من على العادة الشهرية، بعد ما تحيد العادة الشهرية عشان تأكد ان هي مش حامل منه خالص بتاع، يبعتها يقول لها روح للراجل ده خليه ينام معاك، احبلي منه استبضي منه. الحاجة التانية هو نكاح الرهط اللي هو السكس الجماعي، نتفقه اكتر في الموضوع ده بتاع نكاح الاستبضاع. بص في كتاب عمدة القاري بشرح صحيح البخاري الجزء ال 14 للإمام بدر الدين العين صفحة 81 في البخاري، الحديث المعروف عن عروة بن الزبير، خلينا نكبر صفحة 81 عمدة القاري جزء 14 عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل وليته وابنته فصدقها ثم ينكحها، ونكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها بعد ما تخلص عادة الشهرية أرسلي إلي فلان فأستبدأي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدأ منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب بعد ما يتأكد أنها حبلت تمام، فاستبدأ منه واعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدأ منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها، لما يتبين أنها حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يسمى نكاح الرهط ما دون العشرة، تحت العشرة، تحت العشر رجال من واحد لتسعة، يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبوها، يناموا مع عشر رجال كلهم يخشوا عليها يصيبوها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمي فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءه، وهن البغايا كنا ينصبن أبوابهن الرايات تكون علما فمن أراد يدخل عليهم، فإذا حملت أحدهم ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القف ثم ألحقوا بولدها الذي يرون، فالتقط به ودعا ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد بالحق هذا من نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. فده اللي كان موجود في الجاهلية، يعني ده اللي كان موجود في الجاهلية زي ما تشوفين، اللي هو نكاح الرهط ونكاح الاستبضاع، تمام؟ نكاح الرهط ونكاح الاستبضاع. وخلينا نختم بقى الحتة دي ونخش على مصدر تاني، وده خازوقي بمعنى الكلمة الخازوقي، بيقول كده أصابها أي جماعة زوجها قولية، وإنما فعل ذلك أي الاستبضاع من فلان قولية رغبة، أي لأجل رغبة في نجابة الولد، من نجب ينجب إن كان فاضلا نفسيا نفيسا من نوعه، وكانوا نكبر كده شوية، وكانوا يطلبون ذلك اكتسابا من ماء الفحل، وكانوا يطلبونه من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم، يعني كانوا بيعملوا كده يعني ما شوف الرئيس بتاعه او واحد جامد زحليقه، ف يعني تعالى بقول لك ايه هبعت لك مراتي تنام معاها بس حبلها لي وهات وخلاص كده. فده كان منتشر في الجاهليه طبعا، انتوا عارفين يعني زي ما انتوا عارفين ان رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم كان امه يعني ام وابوه مشركين في البيئة الجاهلية دي، وده كان منتشر في البيئة الجاهلية. طيب يعني عم سعيد انت عايز تقول يعني يا كافر يا عدو الله، انت عايز ولا عايزه بالله تطعن في شرف رسول الله يا كافر، وتقول ان الرسول مش ابن ابوه ابن حرام يا كافر يا ابن 60 في 70. طيب يا عم ده كان منتشر في الجاهلية، في ناس ما كانتش بتعمله، ايه الدليل بقى ان حد من والدي رسول الله عمل الكلام ده؟ خلينا نقرأ في الكتاب ده، نجيب الكتاب ده ونشوف هل في دليل فعلا على ان عبد الله بن عبد المطلب ولا عياذ بالله كان يستبدع، ولا السيدة امينة ولا عياذ بالله كانت تستبدع ولا عياذ بالله.
خلينا نبص نقرا في الكتاب ده. نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب شهاب الدين أحمد التيفاشي، تحقيق جمال جمعة. ونبص في صفحة 16، صفحة 16 بيقول كده اهو، بيشرح العادة بتاعت الاستبضاع، وبيقول ان الاستبضاع دي عادة يعني جت يعني مش جت للعرب من العرب، يعني هي جت للعرب من العجم يعني، وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. وتورد في بعض كتب التاريخ، نكمل الكلام ده مهم جدا، يقول كده، وتورد في بعض كتب التاريخ أن عبد الله ابن عبد المطلب والد رسول الله قد تعرض لمثل هذه التجربة قبل أن يتزوج آمنة. لا 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 لا، مش مصدق يعني، انت والعياذ بالله كافر، يا كافر يا زنديق يا عدو الله، انت عايز تطعن في يعني، والعياذ بالله يعني، ممكن عبد الله ده يكون عنده ولاد تانيين، ولاده الحقيقيين غير محمد، من الست اللي هو كان بيستبدع بيها. لا 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 لا. يبقى السيدة آمنة كانت بتستبدع أكيد، يبقى العادة دي أو النوع ده من النكاح كان منتشر وما كانش بعيد عن الثقافة أو العرف السائد عند بني هاشم، والدليل هو عبد الله استبدع. قد تعرض لمثل هذه التجربة قبل أن يتزوج آمنة، إذ أن امرأة من بني أسد وهي رقية أخت ورقة بن نوفل قد مرت به وهي عند الكعبة، فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي. مع أبي، تعالى مالكش. ايه رايكم ده؟ عشان بس اي، انا عارف طبعا ان ده كفر، الكلام ده كفر والعياذ بالله، وبيطعن في نسب رسول الله، بس دي الحقيقه. تقعد ترقع بقى يمين شمال مش عارف ايه، هو ده الحقيقه.